دايما بنبتدي حلقتنا مع حضراتكم بصباح التفاؤل، دايما بندعو للتفاؤل، تفائلوا بالخير تجدوه، ودايما بنأكد على ان انت بتبقى نتاج او صنيعة ما تعتقده في نفسك، ان انت لازم تتفائل وشايف نفسك ان انت ناجح، ان شاء الله هتبقى ناجح. لازم يبقى عندنا هذه الصفة الهامة دي، من اهم الصفات والسمات الانسان الناجح، ان الواحد يبقى عنده ايمان بالتأكيد في الله وثقة في الله، وبرضه ثقة في نفسه وحب للحياة، ويبقى مقبل على الحياة. وكمان التفاؤل بالتأكيد بيبقى له آثار إيجابية كبيرة جدا جدا على نفسك وعلى المجتمع وعلى الصحة النفسية حواليك. في ناس للأسف بياخدوها بشكل يعني متطرف جدا، اللي هو بقى التطاير، واحنا هنقول الفارق ما بين التفاؤل والتطاير، ان هو في ناس يقول لك يا انا شفت مش عارفه مين اتشائمت منه وده النهارده يومي قفل. ده اسمه التطاير. في فرق كبير جدا من انت تبقى متفائل وان انت شايف ان بكره افضل وان انت عندك ثقه في الله وثقه في نفسك، غير الموضوع ده تماما. هنعرف العديد من المعلومات على اهميه هذه الصفه في حياتنا وفي المجتمع من خلال ضيفتنا الكريمه، وهي لاول مره بتشرفنا الحقيقه، احدى عضوات مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، الاستاذه شيماء ربيع. اهلا بك. اهلا بحضرتك، صباح التفاؤل. صباح الخير وصباح التفاؤل. ومره ثانيه اول مره الحقيقه يبقى معانا عضوه او احدى عضوات مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، وخلينا نتكلم معاكي عن التفاؤل، اهميه التفاؤل، وعايزين نوضح للناس ايه الفرق بينه وما بين ان انا ابقى متفائل وفي الناس اللي عندهم بقى التشاؤم والتفاؤل، ان هو ايه، انزل النهارده لا انا يومي مقفول فاروح، ما خلاص هيحصل اشوف حد معين فاقول لك لا اصل انا كده يومي قفل فاروح، اخاف اعمل اي حاجه. اتفضلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هو التفاؤل من الصفات المهمة جدا جدا المحركة للإنسان في حياته عامة، لأنه هو صفة بتحتاج أن هي تترجم للسلوك. والله لو أنا إنسان متفائل في حياتي هأقدم على كل عمل من الأعمال اللي أنا عايز أحقق بها طموحي. ولو التفاؤل مش موجود، زي ما الأطباء النفسيين بيقولوا لنا أن الإحباط هو أول درجات المرض النفسي اللي قد تصل بالإنسان أنه يعني يفكر حتى في الانتحار. فعشان نصل للتفاؤل بنلاقي ان الاسلام او القران الكريم والسنه النبويه دايما بتدعو للتفاؤل وللاستبشار، وهو ده معناه الاستبشار دايما بالخير وظن في الله عز وجل، الظن الحسن بالله عز وجل. وفي نهي دايما عن التطير. التطير هو عكس التفاؤل او اللي هو التشاؤم. وان الناس زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي اللي هو قبل ما ياخد خطوه دايما يعني يحس ان هو انا ممكن اخرج النهارده ولا لا، انا شفت شيء قد يردني او الكلام ده كله. دي امور منهي عنها في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يطير وخيرها الفأل. كان العرب زمان ليهم عادات اللي هو الشخص المسافر او الشخص المقبل على امر من الامور ياخذ طائر ويطلقه. لو طار اتجاه اليمين يبقى كده خلاص خير ويقبل على العمل ده، لو طار جهة اليسار يبقى كده خلاص ما يفعلش يعني هذا الأمر. التطير من الطير. الطير. أوكي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ده. ولما الصحابة رضوان الله عليهم سألوه قالوا له وما الفأل، قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني قد يسمع الإنسان كلمة طيبة يستبشر بها خير. طب لو سمع كلمة سيئة أو كلمة مقبضة شوية هو بيستعيذ بالله عز وجل، ولكن لا يتشائم، لأن احنا مأمورين في كل الأحوال بالسعي والتغيير واليقين أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كل يوم هو في شأن. ففي تغيير وفي هيحصل إن شاء الله، اللي ما حصلش النهاردة هيحصل بكرة وهكذا، فهو ده المطلوب مننا في الشرع. طب خطورة ان يبقى عندنا، ودايما بنقول كده ان ساعات الواحد بيبقى عنده اشخاص كده بيبثوا التشاؤم استغفر الله العظيم، او بنقول عليهم سوداويين، طول ما انت قاعد الدنيا وبكره اوحش من النهارده وطريقك مسدود ومسدود ومسدود. فازاي او خطورة التشاؤم على المجتمع؟ طبعا احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا من الامر ده، لان الانسان اللي هو متشائم خطر على نفسه وخطر على اللي حواليه للاسف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بشروا ولا تنفروا، وربنا سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنى.
حد تعبان، حد يعني مستني نتيجة ما، حد مقبل على مشروع من المشروعات، بلاش ان احنا نخوف الناس ونخليهم ان هم يرتدوا او يمتنعوا عن العمل اللي هم مقبلين عليه. بالعكس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب البشارة، ولما يجي حد يسأله عن امر يقول له ابشر. ابشر، لا تتخيلي كلمة ابشر دي بتفتح للناس مجالات من الطاقة الإيجابية قد ايه. لما بيقولها بيبتسم، بتطلع الابتسامة مع الكلمة. انا لا انساها والله لما قيلت لي في موقف كنت مرعوبة فيه، لا انسى والله مدى الطمأنينة اللي ممكن يعني تضفيها على الانسان وتخليه قد ايه متحمس ان هو يكمل في المشوار اللي ابتداه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه كده قوله ابشر، وان احنا يعني نتخير احسن الالفاظ وننشر الطاقه الايجابيه بين الناس، حتى في التسميه، حتى في الامور اللي الانسان قد يستعين بها في حياته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهتم حتى بتغيير اسماء الاشخاص اللي ممكن تكون الاسماء بتاعتهم مقبضه شويه سيئه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الوصيه ان الواحد لما يجي يسمي اولاده يسميهم برضه اسامي باسماء حسنه، لان كل انسان ليه حظ من اسمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله احد الصحابه اسمه حزن، يعني صلب وصعب وقاسي، فسماه سهل. وليه؟ لان الاستبشار هو نفسه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لما جاء يتفاوض مع سهيل بن عمرو فقال للمسلمين ايه؟ سهل امركم. فبنستبشر بالكلمات الطيبه والكلمات الحسنه، وهو ده اللي احنا عايزينه يكون منتشر حوالينا في الحياه. طب اخر حاجه وسريعا، ازاي اتعامل مع الشخص المتشائم؟ ما هو مش لازم الشخص المتشائم ده ابعد عنه او ان انا اعمل له عزله، خصوصا ممكن يكون احد اقربائي مثلا في البيت. تمام. لا، هو طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل دعم نفسي للناس او الاشخاص اللي موجودين حوالينا وبيمروا بمرحله دي، ده دورنا ناحيتهم. فلازم ان احنا اولا ننظر او نسلط الضوء على الايجابيات اللي موجوده فيه. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش انسان ممنوع من النعم تماما، ولازم نعزز جواه الثقه بنفسه واليقين بالله عز وجل، لان التفاؤل هو معناه يقين بالله عز وجل وبقدرته وبكمال صفاته على تغيير وتبديل الحال من حال الى حال. فلازم ان احنا نذكره بده واحده واحده بقى بالامور العمليه، نفكر معاه في الخطوات اللي ممكن تكون وقعته في امر من الامور، ونحاول ان احنا نعالجها ونعدل الامور، وان شاء الله يعني يوصل لهدفه. يا رب امين. ربنا يغير حالنا من حال الى حال الى الافضل دائما. اكيد طبعا. يا رب ان شاء الله. شكرا استاذه شيماء ربيع، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى.